نطلع معك ولا ب ايه اركبوا معي في الدباب اركبوا معي يشيلنا اجل انت بالدباب يا ناصر سمي خاله سم الله عدوت سمي امه جل عيني ما تبسيس ان شاء الله هاو ورات ما تقهوين معنا ماني مشتهي امه شيء شو بلات كان هموم الدنيا على راسك فيك شيء لا يما ما فيني شيء الا فيت شيء يعني ماني بعرفت انا اعرفك اكثر من نفسك وش فيت يا يما الله يهديك خلاص ما فيني شيء اجل وش فيكم اول ما نسمع الا الضحك والحين ما نسمع الا طقاق خالد مزعلت بشيء قولي لي وانا وريت فيه قولي لنا وش فيكم ما ادري يا يما احس اني ماني قادره اتحمل شيء من خالد ما ادري وش فيه ما يخالف يا بنيتي اطلعي الروشنس ونحاتي بعدين قلت لك السعلوة هذه أكيد ساحرتهم بسم الله على بنيتي الله لا يقوله ألو نعم كنت أقهوي أمي وخالتي تحت تبي شيء؟ قال لهم الشيخ العمل بتحصلونه في المقبرة الفلانية وبقبر فلان أعوذ بالله بتطلعون العمل وبترجعون القبر مثل ما هو خذوا العمل وودوه للشيخ والشيخ قاعد يقرأ عليه لين فسده وانثره ارجعوا عادهم للبيت يقول لك يوم رجعوا وانا اختت الا هذاك اللي جاي طاير يطق في الباب وين حرمتي جيبوا حرمتي ابي حرمتي وردت له حرمتي حسبي الله ونعم الوكيل والله خوفتيني على بنيتي هالحين هالشيخ هذا ما يعلمهم من اللي حط لهم العمل لا وانا وخيتت ما يقولون المشايخ ما يعلمون بعدين يصير مشاكل بين الناس هذه اسرار بس قال لهم حرمة منكم وفيكم هي اللي مسوي العمل